أيضا تستخدم حبة العنب السوداء النوع الأسود لعلاج الكحة الشديدة والتي لم يوجد لها علاج والمصحوبة بالبلغم. وهناك وصفة مركبة أنا عملتها من 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 الحبة من أشياء محددة، 75 جرام من الزبيب الأسود و75 جرام من التين، ثمرة التين المجففة، و75 جرام من التمر، و75 جرام من الزعتر البري. هذه كلها تسحق وتخلط ثم توضع في قدر ويضاف لها لتر ماء وتترك على النار حتى الغليان، ثم تزال من على النار ويؤخذ الواحد منها نص فنجان قهوة بمعدل ثلاث مرات في اليوم. هذه إن شاء الله تنزع أي شيء يسمى كحة أو بلغم مزمن. وأنا في الحقيقة هذه الوصفة عملتها لأحد المسؤولين الكبار وكانت عنده كحة شديدة وما استفاد من أي علاج، وجربها والحمد لله شوفي شفاء تام. جميل. فالعنب الأسود خاصة يعني علاج، يعني بين مثل ما ذكرت.